بديك تساعدني في شيء أنا مو فاهمته. تكرم عينك. يعني أنا ما أدري أنا بحلم ولا حقيقة، لأنه شيء غريب ويخوف. حلم؟ يعني أنا امبارح كنت نايمة في البيت، صحيت لقيت نفسي هون. كيف؟ شلون؟ امبارح؟ أنت صار لك سنين هون. لا 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 دكتور اسمع، مستحيل اللي أنت قاعد تقوله. أنا امبارح كنت في البيت نايمة، بعدين حصل شيء أنا مو متذكرته. المهم صحيت من النوم لقيت نفسي هون. وين زوجي؟ نوال بليز، بدك تساعديني، بدك تساعدي نفسك تقدري تساعديني. بعطيك اياها يا نوال. عفوا دكتور، منو نوال؟ انت نوال. انا معها. انت نوال عدنان سعيد. اسمي مها محمد، مها. نمت وصحيت لك. مو مهم مو مهم، زوجي وينه؟ تعرف عنه شيء؟ انت منك متزوجة، ما بحياتك تزوجتي. انا متزوجة طلال عبد الله من الكويت، واسمي مها. نوال عدنان سعيد، مواليد 5 سبتمبر 1979 الكويت. دكتور دكتور دكتور، انت يمكن قاعد تشوف فايل غلط. انا اسمي مها محمد، مواليد الكويت، جيت لي بيروت بعد ما تزوجت بكم شهر عشان زوجي بطل شركته، عنده مصنع صناعة أدوية هني. انت نوال عدنان سعيد وهيدي صورتك. تاريخ الدخول 11/12/2013. انا صار لك هالأشهر هني اشهر؟ صار لك سنين.